مش عشان حاجة. طب ما أنا يعني أنا لما بروح برا في أوروبا بلبس برنيطة عشان بتبقى الدنيا برد، برنيطة صوف، بلبس برنيطة صوف البرد، بلبس بلطو. الملابس لها وظيفة تتعلق بالجو، الملابس ليس لها وظيفة أخلاقية، الملابس لا تعبر عن أخلاقي. في إفريقيا والدنيا حر خالص، الرجال والنساء عريانين، وما حدش بيقول له أنت عريان ليه، لأن الحر فكلهم عريانين. ولما كل الناس تبقى عريانة ما فيش عيب. ليه المرأة تغطى والرجل لا يغطى؟ قال لا، ما شيء غريب جدا. يعني أنا ليه ضد الحجاب؟ لأنه ضد الأخلاق. طب ما أنا استسهل، عايزة أبقى بنت شريفة أشتري حجاب بخمسين قرش ولا بخمسين جنيه، يعني أدخل الجنة بخمسين جنيه أو خمسين قرش؟ لا، أنا عايزة أدخل الجنة بسلوكي وأخلاقي، مش أشتري قماش وأغطي راسي. وبعدين المرأة ليه لماذا تتحجب؟ كيف نفكر هنا بقى؟ المرأة تتحجب ليه؟ يقول لك عشان الرجل عينه شهوانية فيبص لها فتفسد الأخلاق. طب ما الرجل اللي عينه شهوانية ده اللي يحجب، يعني ده اللي عينه تحجب المفروض، أو تتخلع عينه. يعني الرجل الذي ينظر إلى المرأة بشهوة في الشارع ده لازم يا إما نغطي عينه يا نخلعها، لأنها فاسدة فاسدة. هل المرأة بتبص للرجل في الشارع؟ طيب الرجل له شهوة، صح، كل واحد له شهوة، المرأة لها شهوة أيضا للرجل، نغطي الرجل بقى، لأن المرأة بتشتهي الرجل لازم نغطيه آخر. ولذلك أنا دائما أقول الإبداع هو القدرة على رؤية التناقضات، هو ده الإبداع. دي اكتبوها بقى، الإبداع هو القدرة على رؤية التناقضات اللي محدش بيشوفها. فلو المرأة المحجبة بتسأل نفسها هذا السؤال تقلع الحجاب، تقلعه. وفي بنات كتير جدا بيقولوا لي أنا عاوزة أقلع الحجاب بس خايفة، كتير جدا عندنا في الملتقى، حتى بنات في الملتقى نوال السعداوي غير مقتنعات. هي سألت أوصف الملتقى فبيقولوا لي احنا مش مقتنعين لكن بالخير.